تصدر هاشتاج المساعدة القانونية التداول في الأردن بعد حملة إلكترونية أطلقها المتضامنون مع محامي مراكز العون القانونية الذين حولتهم نقابة المحامين الأردنيين إلى مجالس تأديب للنظر في عملهم مع هذه المؤسسات التي تقدم الاستشارات والتمثيل القانونية بشكل مجاني. حنين البيطار إحدى المحاميين الذين تم إحالتهم للجان تأديبية في نقابة المحامين نشرت بعض تفاصيل الموضوع في هذا الفيديو عبر حسابها على تويتر. مرحبا، أنا حنين البيطار، مدرب حماية الطفل مع مركز العدل للمساعدة القانونية، وهذا كان سبب شطب اسمي من سجل المتدربين من نقابة المحاميين، لكن هذا القرار ما رح يوقف عملي مع المركز كون بشوف أثر التوعية القانونية بشكل مباشر على الأطفال بشكل يومي، واللي برجع عليهم بفائدة كبيرة خاصة فيما يتعلق بحمايتهم من العنف بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص. مركز العدل بيوصل لآلاف المستفيدين بشكل سنوي، بوعيهم بحقوقهم القانونية بمجالات مختلفة، منها مجال العنف الأسري، منها التنمر، وفي كتير قصص نجاح وكتير أفراد لجأوا لمدربين مركز العدل لحل مشاكلهم وإحالتهم للمحامين المختصين. المساعدة القانونية قضية مهمة جدا وقضية استراتيجية لازم الكل يحكي عنها ويدعمها. ولنتعرف أكثر على تفاصيل هذه القصة معنا حنين البيطار عبر سكايب. أهلا بك حنين معنا في أجو. حنين، بداية، لماذا كل هذا التفاعل الواسع عبر هذا الهاشتاج مع هذه القضية وما هي تفاصيل القصة؟ مرحبا، مساء الخير. هذا التفاعل الكبير مع قصة المساعدة القانونية لأنها بتمس فئة واسعة من المجتمع الأردني، فئة رقيقي الحال، الفئة المستضعفة، بالإضافة أنه في نوع من قطع الأرزاق ل 41 محامي مهددين بوقف عملهم من قبل النقابة لمساعدتهم هذه الفئة المستضعفة. نعم حنين، لكن لماذا اتخذت النقابة هذا القرار بحق هؤلاء المحامين الذين يقدمون هذه الخدمات بشكل مجاني من خلال هذه المراكز؟ لأنه من وجهة نظر النقابة إحنا عم نخالف النظام الداخلي، وهو فعلياً إشي لم يتم إثباته لغاية اللحظة. من جهة ثانية إنه في نوع من قطع الأرزاق، إنه إحنا كمراكز مساعدة قانونية عم منأثر على عمل المحامين، وهذا كمان تم إثباته بالعكس، كون إنه معظم المستفيدين من مراكز المساعدة القانونية أو العون القانوني هم فئات غير أصلاً قادرة حتى توصل للمحامي اللي بيحكوا انه هو مستعد يساعد او ضمن اجور رمزيه، وهذا فعلا ما في منه الحكي. نعم. حتى المحامين اجورهم كثير عاليه، رسوم تسجيل القضايا كثير عاليه، هذا واحد من الاسباب. نعم. بالاضافه الى اسباب الاجنبي. لكن بالبدايه قلتي ان النقابه تقول انكم خالفتم بعض البنود في قانون النقابه، ما هي هذه البنود التي تقول النقابه انكم قمتم بمخالفتها؟ إنه إحنا نشتغل من خلال جهات معينة، جهات إدارتها غير قانونية، غير محاميين، وإحنا ممكن نتدخل بشغل المحاميين وإجراءات التقاضي، بس فعلياً مراكز المساعدة القانونية نظامها واضح، ما بتتدخل أبداً بشغل المحاميين، ولا المحاميين بياخذوا تعليمات بما يتعلق في قضاياهم من أي إدارات أو نظام المراكز. طب حنين، من خلال عملكم بهذه المراكز القانونية، ما هي طبيعة الخدمات التي تقوموا بتقديمها للمنتفعين من هذه المراكز؟ المراكز القانونية بشكل عام ومركز العدل بشكل خاص اللي أنا مدربة فيه بيشتغلوا على محاور أساسية اللي هي التوعية القانونية، اللي هي نوع من الوقاية للأفراد، بيعرفوا حقوقهم وواجباتهم من اللي بيأثر إيجابا بحيث أنهم يتجنبوا الوقوع في الإشكالات، وإذا ما كانوا عارفين أنه لهم حق رح يعرفوه من خلال هذه التوعية. بالإضافة إلى التمثيل والاستشارات القانونية، المراكز المساعدة القانونية برضو بشكل عام، مركز العدل بشكل خاص، في لهم معايير محددة لاستقبال الحالات، معايير شديدة جدا وواضحة جدا لحتى تم قبولها وتعيين محامي لهذه الحالة. نعم. بالإضافة للاستشارة القانونية.
ما هي المعايير التي يستند عليها المركز أو هذه المراكز لتقديم العون القانوني لهؤلاء الأشخاص؟ هل هو الوضع المادي لهم أم هي الحالات القانونية التي يجب الترافع بها؟ تمام. بالنسبة لمركز العدل، احنا في عندنا المعيار المالي، المعيار المالي معيار خط الفقر المعتمد من قبل الحكومة الأردنية، اللي هو كان لحد صيف هاي السنة 500 دينار، وفي مقترحات انها تقل ل 400 دينار حسب لغاية الآن لم يتم إعلان رقم جديد، بس احنا في انتظاره. المعيار الثاني هو نوع القضية، في قضايا كثير منها الاستملاك، الميراث، الشيكات، أي قضايا بتعود على الفرد بعائد مادي مركز العدل ما بياخذها. طب حنين، النقابة لا تقوم، النقابة لا تقوم بتقديم خدمات مثل من هذا النوع لأي أحد من الأفراد أو الأشخاص الذين يتعرضون لمواقف بحاجة إلى مساعدة قانونية؟ لا، النقابة في إلها حد معين من القضايا بتاخده وبتقدمه للمساعدة القانونية، لكن مش كل أنواع القضايا، قضايا محددة جدا، وقضايا يعني خلال السنة يمكن ما تتجاوز 200 ل 250 قضية، بس قضايا كثير محددة، وفعليا ما في نظام متابعة يأكد انه المحامي عم بيمشي بإجراءات القضية، عم يتابع مع الموكل، يعني ما في جهة مستلمة هذا الموضوع. نعم. طب حنين، هنالك تساؤل، يعني هذه المراكز تقوم على الدعم والتبرعات ويعني على مبالغ غير مستقرة دائما، في حال هنالك سين من الناس لجأ إلى هذا المركز، قمتم بتقديم المساعدة القانونية له لفترة معينة، ثم فجأة مثلا توقف الدعم الذي يقدم لهذه المراكز، ما هو الوضع القانوني الآن لهؤلاء الأشخاص الذين اعتمدوا من الأساس على هذه المراكز؟ أنت عم تحكي عن العاملين في المراكز ولا المستفيدين؟ المستفيدين، وبالتالي هم المستفيدين. نعم تمام. هلا احنا ملتزمين تماما قدام جميع المستفيدين وجميع الحالات انه ما نتركهم الا لما تكون قضيتهم منتهيه وصادر فيها حكم، فهذا التزام مهني واخلاقي والتزام يعني مراكز المساعده القانونيه، وهي الاساس انه احنا مصلحه المستفيد او مصلحه الحاله قبل اي شيء. طبعا كمان برجع لطبيعه المحامين اللي بيشتغلوا في مجال المساعده القانونيه، فهن متفهمين انه التمويل ممكن يتوقف باي لحظه، بس هن لانهم مؤمنين في مبدا المساعده القانونيه واهميته، فكثير مرات بيجوا على حالهم عشان مصلحه نعم. المستفيد. طب حنين، ما موقفكم اليوم كمحامين متدربين واعضاء بالنقابه تجاه هذا القرار الذي اتخذته النقابه؟ القرار كثير صعب وكثير ظالم بحق الجميع، حتى وصل مش فقط اللي بترافعوا للمساعدة القانونية زي حالتي، أنا حالتي إنه بدرب أو بوعي في المجال، ففعليا أنا ما عم بشتغل كمحامي مساعدة قانونية، أنا عم بشتغل بمجال التوعية، وتم إثبات للنقابة أنه أنا عقدي مع مركز العدل مش عقد تبعي، ما فيه أي تبعية، أنا عقدي تدريب بجلسات محددة، ففعليا أنا ما خلفت أي نظام، ومع هيك كان قرارهم بشطب تدريبي، مدة التدريب بما فيها الامتحانات اللي أنا قدمتها. طبعا انا طعنت في القرار وفي انتظار النتيجه. من جهه ثانيه يعني نتمنى انه النقابه ترجع تفكر في الموضوع مره ثانيه، يكون في ضغط شعبي، ضغط من الجهات المسؤوله انه هذا القرار يلتغى، ويكون في حوار بين مؤسسات المجتمع المدني اللي بتشتغل في مجال المساعده القانونيه وبين النقابه لحتى يوصلوا لحل يفيد الجميع، وخاصه الفئات المستضعفه. نعم. اللي هو فعليا القرار عم بيجي ضدهم ومش في مصلحتهم. نعم، شكرا لك يا حنين البيطار، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك. المغردون أيضا شاركوا بشكل واسع في الحملة الإلكترونية للتضامن مع المحاميين، جزء من التعليقات التي شاركوها عبر تويتر رصدناها لكم في هذا الفيديو.